ونعم منهم يعني. في شيء صار قبل مباراة الاتحاد والفتح، كل مباراة بين الفتح والاتحاد يطلع شيء. بس أنا بقول لك شغلة زين، فتحت لي موضوع الاتحاد. أول شيء نادي الاتحاد ترى والله العظيم هذا حلفكم بالله، وأنا ما حلفت يمين في الجلسة إلا على الموضوع ذا. مشكلة إخواني جمهور نادي الاتحاد يظنون في مشكلة بيني وبين نادي الاتحاد، لا والله نادي الاتحاد نادي عزيز علي، وأنا والله أحب هذا النادي وأعشق جمهوره، لكن تعرف المناوشات البسيطة هذه هي من حكرة القدم. وإن جيت على مستوى الرئاسة، الأخ أنمار ولا الأخ أحمد يعني من أعز الناس صراحة، ونعم الرجال وناس أعتز بمعرفتهم وأعتز بالوسط الرياضي اللي عرفنا على الأخ أنمار ولا، فما بيني وبين الاتحاد أي مشكلة ترى، لكن المناوشات البسيطة هذه في كرة القدم طبيعية تصير. فإذا كانوا زعلانين علي شخصيا أنا أعتذر منهم جمهور نادي الاتحاد. يقولون ما فزنا على الفتح من 4 سنوات، لا فازوا علينا الحين 5 ضربوني خلاص خلاص الحين خذ حق 5 سنين خلاص الله، ولا واحد يشوف بخسران 5 يضحك شو سوي، هذه الكرة اللي ما يفوز ما يخسر يا أبو.